السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة رائعة لاستخراج الكلمات المفتاحية المربحة التي عليها منافسة قليلة وطلب كبير. لكن قبل هذا لا تنسوا إخواني الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول، وإن شاء الله عند إتمام 30,000 مشترك، فكما وعدتكم سابقا سوف تكون هناك جائزة لجميع المتابعين الأوفياء للقناة، فكونوا في الموعد إخواني. إذن هذا هو الموقع الرائع الذي سوف نقوم بالاشتغال به. إن أردتم رابط هذا الموقع ستجدونه في وصف هذا الفيديو، سوف يظهر لكم بهذا الشكل عند الدخول إليه. تقومون بكتابة الاسم الكامل هنا، والجيميل الخاص بكم يجب أن يكون صحيح لتفعيل الحساب، وهنا يمكنكم إضافة رقم الهاتف أو تركه. بعدها يجب عليكم تذكر الرقم السري الذي سوف تقومون بإدخاله، ثم create my account. سوف تظهر لكم الواجهة بهذا الشكل إخواني. هذه نسخة مجانية، أما إن أردتم النسخة المدفوعة فيمكنكم تحويل الاشتراك من مجاني إلى مدفوع للاستفادة من مزايا أخرى رهيبة جدا في هذا البرنامج. والجميل هو أن الموقع كذلك يعطينا 7 أيام مجانية للتجريب. يمكنك تجربة هذا الموقع، في حالة أعجبك يمكنك الاستمرار في الاشتراك، أما في حالة لم يعجبك فيمكنك الاستغناء عنه. إذن حتى لا أطيل الفيديو، الأداة التي سوف أقوم بالاشتغال عليها هنا هي Keyword Tool. عند الدخول إليها تظهر لي هنا الخانة التي سوف نشتغل عليها. وحتى لا أنسى قبل بداية الاشتغال، من هنا نقوم باختيار السوق الذي نشتغل عليه. هنا لدينا العديد من الدول والمنصات الخاصة بأمازون التي يمكننا الاشتغال عليها، فأنا سأختار أمريكا. وأي إحداثيات أو معلومات أو إحصائيات ظهرت لي فهي خاصة بالسوق الأمريكي فقط، لذلك اختاروا السوق الذي تشتغلون عليه. وهنا سأقوم بكتابة الكلمة المفتاحية التي أريد البحث عنها، مثلا coloring book for kids، ثم أقوم بالبحث. هنا سوف تظهر لي العديد من الكلمات المفتاحية وكذلك العديد من الإحصائيات. أول شيء سأقوم به هو الذهاب إلى هذه الخانة هنا وأقوم بإزالة مثلا بعض الإحصائيات التي لم أحتاج إليها. إذن الآن ما يهمني في هذه الإحصائيات، هذه الإحصائية الخاصة بنسبة البحث عن الكلمة المفتاحية، ثم هذه الخانة كذلك وهي التي تعطيني نسبة المبيعات التي تحققها كل كلمة شهريا. وبالتالي فهنا لدينا الكلمة المفتاحية، وهنا لدينا نسبة البحث عنها في أمازون، وهنا كذلك نسبة المبيعات التي تحققها شهريا. إذن إخواني هذه هي الخطوة الأولى، ثم نأتي هنا وأختار بعناية الكلمات التي عليها بحث كبير وتحقق مبيعات كبيرة. أقوم باختيار مثلا الكلمة الأولى، أقوم بنسخها وأقوم بإنشاء ملف خاص هنا لأضع فيه الكلمات التي قمت بأخذها، ثم أقوم بلصق الكلمة الأولى، ثم أعود وأختار كذلك الكلمة الثانية، أعود كذلك وأقوم بلصقها، وهكذا دواليك. دائما الشرط هو نسبة بحث كبيرة وتحقق مبيعات أكبر. Thank you.
بعد الانتهاء من الصفحة الأولى أقوم بالمرور إلى الصفحة الثانية. وبهذا عند الانتهاء من جمع الكلمات المفتاحية من هنا تأتي الخطوة الأهم والتي يجب عليكم التركيز عليها إخواني، وهي أقوم بأخذ مثلا هذه الكلمة المفتاحية، أقوم بنسخها وأذهب إلى أمازون. هنا عند الذهاب إلى أمازون مثلا تأكدوا من أن العنوان أمريكي، ثم قوموا بإدخال الكلمة المفتاحية وقوموا بالبحث عنها لاستخراج أهم إحداثية والتي تنقصنا في البرنامج، وهي نسبة المنافسة على الكلمة. لاحظوا معي هنا نسبة المنافسة كبيرة جدا، كلما كانت نسبة المنافسة كبيرة إلا وكان من الصعب علينا منافسة الكتب بهذه الكلمة المفتاحية. وبالتالي إخواني نقوم بالعودة إلى الملف وقوم بإزالة هذه الكلمة والبحث بالكلمة الأخرى. بالنسبة للأشخاص الذين سيسألونني عن النسبة التي يجب أن تكون لدي هنا في المنافسة، فكلما كانت المنافسة أقل من 1000 في النتيجة هنا إلا وكانت الكلمة المفتاحية جيدة وجيدة جدا. وحتى لا أطيل الفيديو إخواني، فهذه هي الطريقة التي يجب عليكم اتباعها. أولا تقومون بالذهاب إلى البرنامج والبحث عن الكلمات المفتاحية التي عليها بحث كبير والتي تحقق مبيعات كبيرة شهريا، ثم تقومون بنسخها في ملف هكذا، ثم تقومون بالذهاب إلى أمازون وتقومون بالبحث كلمة بكلمة، وكلما ظهرت لكم هذه النتيجة هنا أقل من 1000 تعني أن المنافسة أقل من 1000 إلا وكانت الكلمة المفتاحية جيدة وجيدة جدا للاشتغال عليها. إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم، طريقة جيدة جدا لاستخراج الكلمات المفتاحية المربحة. إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.